علقتها بعثت شيء والله العاده نعيدها تبدلها رزق قاعدين نعيشوا اخوه اقرب تشكها بعد 30 سنه زواجها او من جديده بنت العشرين يا قوتها يا لله على بنتي نور على نور الزين والعين يا حويت على بنتي يا لله هي اسمها برقي غزي وعلي وعلي تنظف شوية؟ والله نحرق مع المدام؟ لا أبداً ورا العطر حرة؟ أبداً كنت نعاونها من وقت اللي حكيت لك طلقتها بعثت شيء والله العطر نعيدها توا نعاون جديدة بنت العشرين يا قوتها أقوى يا قوتها شنو هو؟ والله حق يا كيكة عندي توا فرخة جديدة سلعني بيها عليها الزين والعين هيك ما نخليهاش حتى تخليك يعني طلقت مرتك عشيرة عمرك باش تمشي تاخذ وقت درنكوش علاش هي حبت الطلاق هي بعد ما كتبت لها رزق قاعدين نعيشوا اخوه اقرب تشكها بعد 30 سنه زواجها نجيب منها لوكي جمهوريه وبنيه نجيب اسماعيل لها الدار ونجيب لها الى في الدار نعرس الطفله وطفل لا ونقرر بيه باش نعرس له اقرب تشكها وتشكه هو ولا هم ليها فردنها ايش عملت فيك مرتك علاش قلبك معبي قالت لي نعيشوا اخوه يزي يعطيك نعيشوا اخوه اقرب تشكها اسمع قلت لها تجي انت تجيك ايش زوجك سينو سي با لا بين عندي للاتك يستناو وعندي القبول محبه الرسول ويعطيكم القبول محبه الرسول والله المفروض صحيح. انه تكون لك درس هذيك وانه معناتها تتخلى عن النساء مش تمشي لا ابدا والنساء الصغار معناتها لا ديما الخير يحبوا عليك يحبوا كبير ولا صغير واللي دردش على حسيب لساني حلو وعسل وصل عني بين حل الخير نحب الخير الناس الكل ولد خير وما نحسبهاش الا كان وصلت انا نكتب المرتي يعني مانيش حاسبها الدنيا هذه لاخر اخر من لا ما نبالكش خاطر حصلتك وبر لا ولا ما صارها ما نحسبهاش يا بنتي عندي الاخر اخير من هذه نبينا عربي ما لا فما مدام ترنكوشة صغيرة الحمد لله الله قدش عمرها يا قوتة قدش عمرها مش عمرها 20 دوب ما قفلتهم وانت قد ايه عمرك عمري 60 سنة 60 وهي عمرها 20 بنتك راه قد بنت قلت لها ما ناخوش يعني قسم غيري قالت لي والله يا بابا حماد جديدة شنو تشري لها؟ اللي يقوت الكل ما نخلي تاخذ لها حتى مزمرد نجيبه لها ونجيب لها حتى الديامون شنو تكتب لها؟ مازال عندي الخير من فضل ربي عندي دار بقليبيا مع البلاش عمل دار بقليبيا هربتها الدار هذه لا هذه مخبيها عندنا عاد صفاقسي وما نعرفش نخبي توفى تونس بكلها الا قيس سعيد لا كوا تعرس بها ولا بوب طلبت الزواج هي طلبت ولا انت اي هي اسم الله عليك زيتونه لا شرقيه ولا غربيه نور على نور بابا احمد عسل حاسدينك فيها ماله يا رسول الله هي زينك زينه زينك انت وبقلب شلوفه اوفع كيفك انت عمرها 20 سنه راه 20 سنه قلت لها لا قلت لها ناخذ لك اللي قدك يا بنيتي ما تخافش تطلع طمعه فيك ولا حاجه ما تسالش اعطيها الرزق الكل وقلت لك نبينا عربي الاخر اخير من وكي تقعد هكاك معناتها لا ارض لا فلوس ما تسالش بيت شعر وين الشيخ اشرف من ام المراه الاولى اللي عملت تقرقع في مش شميتها في مرتك القديمه هذا الكل قديمه تولي نكسبو نعطيه لام محمد الكل لا لا لا, لا. اسو بوا معناها قلبك يوجع ما حاجي انا حبيتها مالا بس حبيتها حبيتها ام ولادي ما مد ما طلعت ما حاجي بيها هي مش ما تحكيش عليها هي مش لا نكذب عليك بنت عسل اما ابوها كي عملت هكا ما تاع البلاصه وما تنزل تعطيها نزله والعقبه ليله شنو بتقولها مرتك نقول لها يعطيك خلينا نرتاح من امه ايه لطف عليه عليه هكا ويا نار في الشارع ما نشرقها والمدام الجديدة ايش تحب تقولها؟ لا شتا خايفة على ولدها ولدها وكي جمهور يا بنتي ألف كتاب على التلاق مش كان ولدك المرة اللي فات طولها ولدها ولدها اي مدامه قالت له هذه حرام وظلام ماما أما عاش ولدي عليه وعلى أمه
والف كتاب 2019 على التلي قال امه الزائر عطلت الميدالية الذهبية. كنت فخور بيه. الله غالب تو سقطت من عيني لا ولا ابو العشرة اربع سنين ما كلمتش وانا نجم نحتحت به الدنيا نجيبو كي يجي يخرق ابوه يجي بوس بوكم شي قبل على بوكم شي ادعيلو ادعيلو بالهدايا يا بابا يهدي لا هو لا امه لا اخته الا شعب تونس يهديهم ربي. كلمة للمدام جديدة. جديدة الروح والعقل يا لالا على بنتي نور على نور الزين والعين يا حويت على بنتي يا لالا هي اسمها بركي غزي وعلي اسمها روح من بالي روح من بالي السلطانة وياه. نسيت اسمها السلطانة وياه حوتة حوتة حوتة.